مشاهدينا. نعم، أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الفترة الإخبارية الصباحية التي نخصصها لنقاش أهم المواضيع، من بينها من بين أهم المواضيع التي سنناقشها في هذه الفترة ما تعلق ببيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والذي فتح المجال أمام الراغبين في إنشاء جمعيات ذات طابع خيري وتضامني. سنتحدث عن عديد النقاط مع ضيفنا الأستاذ نصر الدين حزام، رئيس جمعية الإصلاح والإرشاد. أهلا بك. الله يبارك فيك، صباح الخير، كيف حالكم؟ لباس الحمد لله، عيدكم مبارك، كل سنة وانتم طيبين إن شاء الله. الله يسلمك. ودائما جمعية الإصلاح والإرشاد أثبتت وجودها في الظروف التي تحتاج فيها الجزائر إلى أبنائها. قبل تقريبا 15 يوما كان حاضرا المسؤول الإعلام، تحدث عن المبادرات داخل الجزائر وحتى في فلسطين التي احتفل العرب أو تذكر العرب النكسة ومرور 53 سنة على النكسة، ويوم القدس غدوة إن شاء الله. نعم، إن شاء الله يتحقق الحلم العربي والإسلامي بتحرير فلسطين. أمين. إن شاء الله بسواعدنا جميعا كمسلمين. أمين إن شاء الله يا رب العالمين. إن شاء الله. لحل مشكورين على هذه يعني اللفتة الطيبة في وقتها وفي حينها. أول ما يعني طلع هذا البيان الحمد لله استبشرنا خير، وكانت قراءتنا قراءة إيجابية. مثلا أهم النقاط اللي قرأتوها وفصلتوها، أهم النقاط، النقطة الأولى هو يعني الحمد لله صار الآن قناعة لدى الجميع بوجوب تحرير العمل المجتمعي أو العمل المجتمع المدني، سواء مثلا في جمعيات خيرية أو منظمات تهتم بالشأن العلمي أو البحث العلمي أو الشأن المتعلق بالطفولة أو غيرها. نعم. هذا شيء ضروري وشيء مهم، والحمد لله يعني كل القوى المجتمعية وحتى القوى تاع السلطات العمومية التقت في هذا الإرادة هذه. الأمر الثاني الإيجابي نقوله باللي ما كان هو مطلب وحلم أصبحت الآن السلطات العمومية تقره من خلال منشوراتها مثل هذا البيان. نعم. أن يكفي الإخطار، يكفي تروح للمكتب البلدية عن طريق الموقع تاع وزارة الداخلية، شيء جميل جدا. هذه القراءة الإيجابية. القراءة نمشي نقطة بنقطة ونشوفوا إيجابيتها. مثلا إتاحة التسجيل عبر المنصة الرقمية المعدة لهذه العملية على موقع وزارة الداخلية، شيء إيجابي. كل ما تفضل به البيان وما جاء به البيان، نمشي نقطة بنقطة. نمشي في النقطة الأولى، التسجيل عن بعد. التسجيل عن بعد احنا عارفين باللي العصر الآن يفرض علينا هذا السرعة هذه، يعني التداولة المالية وتداول المعلومات، يعني حتى أنتم كإعلام يعني هذه التقنية. نعم. رقم تعملوا بها والحمد لله تجيبوا المعلومة من أقصى شرق يعني الكرة الأرضية إلى أقصى غربها، وكل العالم يشتغل بهذا الشكل. هذا الوزارة يعني أقدمت على خطوة عملاقة أن يصبح المجتمع من خلال لجنة حي أو جمعية بلدية أو جمعية حتى جمعية حي أو جمعية ولائية يصبح يتعامل مع البيروقراطية اللي كانت بأريحية كبيرة، يعني مباشرة يدخل. يعني أفهم أنه هذا النقطة قضت على البيروقراطية أو بداية للتخلص من البيروقراطية، بداية عهد جديد. هذه القراءة الإيجابية لهذا الإجراء. دراسة الملف في أجل لا يتعدى 10 أيام، شيء جميل. لأن الماضي كان يقول لك 60 يوم أو 30 يوم حسب يعني موقع الجمعية الوطنية، يقول لك إذا ما كانش رد معناتها تعتبر معتمدة، لكن الواقع يثبت غير ذلك. يعني العديد من الجمعيات وجدت نفسها 10 أيام جد مقبولة، لأن فيه تحقيق أمني وهذا ضروري، يعني لابد أن يعني تكون الساحة معلومة ومكشوفة والناس كل تعمل في إطار شفافية. 10 أيام جد مقبولة. نعم. أيضا إنشاء مداومة على مستوى البلدية من أجل إعلام المواطن بكل الإجراءات وتنظيم مواعيد انعقاد الجمعيات العامة. نتمنى فقط تفعيلها، هذه فقط. لماذا المداومة؟ للمعروف عندنا أن كل الهياكل اللي يعني تأسسها الدولة من خلال مراسيم ومن خلال قوانين
كلها ياكل هي جات من اجل خدمه المواطن. نعم. باش تسهل الخدمه وتقريب الاداره للمواطن. نعم. لكن في في الواقع نجد يعني مش معناته نتهمه بالنيه سيئه، لا لا حاجه معاذ الله، احيانا في الواقع لا يتحمل ذلك الاجراء. مثلا نروحوا البلديه تلقى. نعم. البلديه ما عندهاش الاطارات اللي يقدر يقوم بهالعمل، البلديه تفتقر الى يعني اعوان اداره، او ربما الدائره او ربما الولايه، معناتها واحد يديروا له ديتاشمو يروح على مستوى البلديه باش يشرح للناس ويوعيها، ما يكونش هذا. فلذلك يعني نقول باللي شيء جميل يعني تقريب الاداره من المواطن هايل. نعم. عدم الزام المؤسسين باثبات ملكيه او ايجار مقر للجمعيه باثبات محل يوضع تحت تصرفها بناء على تصريح شرفي لصاحبه، هذا الاصل، هذا شيء جيد جدا جدا، لاننا نعرف كثير من الجمعيات لا تملك عقارات خاصه في الاحياء و... نعم، كثير من الجمعيات لا تملك القدره يعني الماديه من اجل الايجار، والايجار مكلف. نعم. عندنا في الجزائر. نعم. وضع قاعه اجتماع من قبل البلديه تحت تصرف الاعضاء المؤسسين لعقد جمعيتهم العامه، إجراء، هذا إجراء ليس ما نشوفوش إجباري، ما نشوفوش إجباري، يقدر يعني المؤسسون لهذه الجمعية يشوفوا مكان عمومي آخر، يعني مش شرط البلدية، مركز ثقافي، مكتبة. ولكن ربما الإشكال الذي وقعت فيه العديد من الجمعيات خاصة الجمعيات الناشئة تاع الشباب أنه ما يلقاوش الفضاء اللي يديروا فيه الاجتماع، فبالتالي هذا سيكون نوسعه. نعم. ما نخليوش إلا على مستوى البلدية، نوسعه، شيء جميل في البلدية، ممكن البلدية عدد الساكنة تاعها ما يزيدش على 3000 أو يعني في أقصى. نعم. الأحوال 4000-5000. هي وضع قاعة، يعني وضع قاعة، بما أن هذا يعني أنه رئيس البلدية مجبر. طيب نطرق من جزائر العاصمة. نعم. يلا نروحوا الجزائر الوسطى، يلا شحال عدد الساكنة في جزائر الوسطى ومكان مقر بلدية واحد فريد والإحياء كثيرة والناس تهب، يعني معناتها ما نضيقوش واسعا. لا أكيد، أنا أقول وضعوا، معنى هذا أنه يضع أن يوفر، لأنه في السنوات الماضية شفنا أنه رؤساء بلديات لا يوفرون مثل هذا الفضاءات للجمعيات. أنا أثمن هذا، يعني لست ضده، أنا أثمن، لكن نطالبوا بتوسيعه، ما يبقاش إلا على مستوى البلدية، حتى عندنا المراكز الثقافية. نعم. التي تابعة للبلديات والتي تابعة لوزارة الثقافة، يعني وهناك يعني لا أخفي سرا أنه هناك مشروع ضخم لتباشره وزارة وزارة الشباب والرياضة، هو مشروع لفتح الفضاءات أمام الجمعيات، سيتم الإعلان عنه قريبا جدا. شيء جميل، شيء جميل، وهذا اللي نتمنى، يعني كل ما رافق الدولة يعني تكون في خدمة المواطن ونسهل العملية، لأنها مسألة تقنية، اللي راح يعلن على تأسيس جمعية يجي مرة واحدة فريدة باش يعقد يعني الاجتماع العمومي تاعه، من بعدها ماهوش محتاج باش يعاود يرجع للبلدية. نعم. يمكنه يعني النشاط في المراكز الثقافية والدور اللي تابعة للحكومية، الدور الحكومية اللي نطالبوا يعني في المسألة دي هي عقد اجتماعات يكون إلا بالإخطار، لا ننتظر الموافقة تاع التراخيص. نعم. وهذه إعاقة كبيرة. إضافة إلى ما سبق، فإن وزارة العدل ترافق هذه الإجراءات من خلال خدمات المحضرين القضائيين طيلة أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت. شيء جميل، شيء جميل. نتمنى فقط يعني أن تكون تكاليف المحضرين القضائيين في متناول الجميع، لأن شفنا بعض الجمعيات العمومية التي نعقدها ويحضرها محضر قضائي يعني يطلبوا مبلغ كبير، حوالي يعني يتكلموا على 10 ملايين 15 مليون حسب حجم الجمعية. إذا كانت جمعية وطنية فإن نعم توصل حتى 30 مليون، احنا عقدنا مؤتمر طلبوا لنا 30 مليون. نعم. إذن نعود لنفصل في هذه النقاط، لكن من الزاوية الأخرى، علاقة الجمعية بالسلطات المحلية، هل ترى كجمعية فاعلة وناشطة منذ سنوات أنه النظرة سيتغير وأن الباب سيفتح أمام الجمعيات؟ طيب خلينا نكون منصفين. نعم. أي يعني العدل يقتضي بأن تذكر ما لك وما عليك وما لغيرك وما عليه. نعم. يجب علينا كجمعيات مجتمع مدني ويجب على السلطات العمومية أن نصل إلى نقطة تقاطع كبيرة ومشتركة ومهمة جدا، وهي أن الجمعية، أي جمعية كائنة من كانت هذه الجمعية، لا يمكنها أن تحل محل السلطات العمومية. نعم. أقلعها، لازم نقلعوها من رأسها، مستحيل، أنت ماكش سلطة عمومية، أنت راك جمعية جاي تقدم خدمة لبلادك في إطار قوانين.
ونقلعوا كذلك عند السلطة العمومية العقلية تاع الدولة. قال الدولة يعني المسؤول يتكلم، ما تكلمش عن مسؤول بعينه. نعم. المسؤول يتكلم يقول نحن الدولة. انت شكون الدولة؟ لا، الدولة هي انت وانا، الاعلام هذا المقر هذا دولة، المدرسة، الثكنة، الملعب، يعني كل المكونات هي الدولة. انت حكومة، انت سلطة عمومية، ماكش الدولة. وبالتالي لا يمكن المفهوم القديم تاع الدولة تكفل بكل شيء. دولة تعطيك الخبز، دولة تعطيك السيمان، دولة تعطيك الحديد، دولة تعطيك السكنة، دولة تعطيك العمل، دولة يعني هذيك الروح الأبوية هي ممكن انطلاقها شيء طيب ونيتها كانت طيبة في منطلقاتها، لكن مع الوقت أصبح يعني العقلية تاع الاتكال. قال سنة الدولة تعطينا، سنة الدولة الدولة تعطينا، سنة الدولة تعطينا. والدولة يعني لا يمكنها أن تحيط بكل يعني الحياة اليومية تاع المجتمع. وبالتالي المجتمع المدني يأتي كرافد مساعد، يجي مساعد، لا يلغي، ليس بديل، لا يحل محل، يأتي كمساعد سواء في الرياضة، في الثقافة، في الإعلام، في البيئة، في المجال الخيري، في المجال الديني، في المجال الفكري الفلكي. كل هذه المجالات يأتي كمساعد يقدم خدمة اللي هي مهمة جدا، وهي تأطير المجتمع. نعم، تأطير المجتمع هذه اللي احنا غافلين عليها. مع السلطات المحلية هل ستتغير النظرة بعد صدور هذا القرار؟ في قرارة نفسي أنا متفائل أنها ستتغير، لكن يتطلب نضال كبير. يعني ليس من السهل، نحن نعرفها هذه، باللي التغيير دائما في النفس البشرية فيه مقاومة. عندك تليفون مليح ومن بعد جاء تليفونك ذاك ما تحبش تغيره، تحب تلتزم بالقديم، مش بالسهل باش تغير. نقولوا احنا كجمعيات ما نتسرعوش وما نغضبوش، يعني لازم نصبروا شوية. ونقولوا كذلك السلطات العمومية والمحلية خاصة أنها ينبغي أن يعني تجاهد يعني جهاد كبير من أجل الانتقال من العهد القديم إلى العهد الجديد في مسألة الربط والتلاحم والتلاقي بين المجتمع المدني والسلطات العمومية. نعم، النقطة المهمة أيضا أنه هناك من ينتقد فكرة فتح المجال أمام الجمعيات ويقول هي تعويم للساحة الجمعوية. طيب، كل حاجة فيها إيجابية وفيها سلبية. المسألة ننظر إلى كيف سوف نتعامل ونتعاطى مع هذا الموضوع. نعم. هذه كل حاجة فيها، يعني حتى أنت مع وليدك في الدار لما تحب تحره وتعطيه مصروف باش يولي يعتمد على نفسه وكذا وكذا وكذا، ممكن القراءة السلبية تاع أمه، يعني الأم دائما عندها شوية عاطفة، تقول له طفل يعود يفسد وفمتوا ما نش عارف شيء يشري. فهذه المسألة هذه هي اللي تخلينا دائما نقوله باللي نحتاج إلى آليات لتجسير العلاقة وبناء الثقة. يعني أنا كجمعية يلزمني نخدم بآليات وبطرق شفافة واضحة وبتعاون كامل مع السلطة العمومية باش أنا نعطيها رسالة تاع ثقة باش هي ثق فيها. نعم. والعكس صحيح. وهو رد الطرف الآخر الذي يرد ويقول أنه العمل الجمعوي هو عمل ميداني، والميدان يكشف الفاشل من الناجح. هذه هي، يعني نديروا فيها برنامج تاع يعني مشروع حكومي حول البيئة، مشروع حكومي حول الطفولة، مشروع حكومي حول البحث العلمي، مشروع حكومي حول الرياضة وتنميتها، مشروع حكومي حول العمل الخيري وكذا. علاش دائما احنا نمشيو بعقلية لازم الحكومة هي اللي تنفذ بهياكلها الإدارية؟ يمكن إشراك المجتمع المدني. جرب المرة الأولى كيما تجيبوا لعاب هكذا، جربوا في الحصة الأولى، الحصة الثانية دير به مقابلة ودية، وبعد إذا كان ثبت الجدارة خلي نحطه في مقابلة تكون رسمية. وهذا ربما البيان بعد أن جرب الشباب الجزائري والجمعيات الخيرية والتضامنية في هذا الأزمة اللي مرت بها الجزائر، واللي نتمنوا أنها ترفع أزمة كورونا. أثبت الجزائريون أنهم قادرون، وأثبتتم كجمعيات أنكم قادرون، والمجتمع مدني تحرك وكان رد فعل الدولة هذا البيان من طرف وزارة الداخلية. يعني الإثبات أثبتتموه والشباب أثبت ذلك. أضيف على يعني كلامك، صحيح نحن كجمعية عندنا 30 سنة تفاجأنا في يعني الحجم التضامني تاع المجتمع الجزائري في الوقت اللي الظروف الاقتصادية راهي تضغط عالمية. الناس اللي كانت تعطيك دور وعطوك 10 دور، يعني الناس سبحان الله العظيم. علاه؟ لأن كاين واحد العامل مهم جدا، هو عامل ثقافي وعامل حضاري لدى المجتمع الجزائري كائن من كان، كل كبير صغير، المرأة ولا راجل،
هو أن كين هناك انتماء عاطفة دينية كبيرة، أن الناس تحب الخير وتحب تخرب رب العالمين، تحب تدي الحسنات، وفهمت، يترحم على والديه، يترحم على جدوده، يترحم على يعني من هم أقاربه. فهذه يعني ميزة مهمة، مهمة جدا. نعم، وشفنا، اسمح لي أستاذ باللغة الجزائري باش ندخلوا في عمق الجزائري، شفنا اللي الطلب بالقفة باش يصدقها. صحيح صحيح، يعني لدرجة التضامن فريدة من نوعها. صحيح، عندنا عينات في جمعية الإرشاد والإصلاح، أن الناس ذهبوا ليهم باش يعطوهم قفة، قالوا إحنا مانيش محتاجينها، وجاري بجنبي، جاري بجنبي ما محتاج، ما عندوش واش يأكل ويشرب. والحمد لله، يعني هذه ميزة ينبغي على السلطات العمومية وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية أن يدرك بأن هناك قوة كبيرة لبناء الجزائر الجديدة إذا أحسننا استغلالها. هذه واحدة. اثنين، المجتمع المدني ينبغي أن لا يحتكر العمل. المجتمع يقدر يكون عضو معك في الجمعية، يقدر يكون محب فقط، يعني يحضر معك من مرة لمرة، يعطي رأي، يعطي فكرة، وحنا نديروها. نعيطوا لبعض المحسنين اللي مثلا يدعموا كفاءة الأيتام، أو يدعموا مثلا مشاريع رمضان الخيرية، نقول روح تحضر معنا اجتماع، يقول لك يا ولدي أنا خطيوني من اجتماعات، وهذه هي طبيعة. أنا عيط لك تحتاج أختي مجان، نقول له لا معليش، أرواح ماكش قادر، نعطيك أن جدول الأعمال هاهو، شوف كاش ما كاين عندك فكرة ولا ملاحظة ولا تنبيه، أعطيه لنا مدى بنا. نعم. فالمحسن أو المتصدق لما يحس بأنه شريك يزيد يعني القوة في العطاء، ويزيد يعني احتضان للبرامج والمشاريع، وهذا لازم على السلطة تنتبه له، وكذلك على المجتمع المدني ينتبه له. النقطة التي حبيت باش نركز عليها وهي يا أخ الفاضل، مادام موجودة في وزارة الداخلية مديرية فرعية وهي مكلفة بترقية العمل الجمعوي. نعم. وأنا قلت للمسؤولين، يعني كانت فرصة تلاقينا هذاك، طيب الجمعيات تبدأ تخدم السنة الأولى، لازم السنة الثانية لازم تنتقل، السنة الثالثة لازم تنتقل، كما انتقلوا في الدراسة. أعطيت مثال فقط باش نقرب. أكيد. ترقية الجمعيات، ومشكور السيد رئيس الجمهورية لما تكلم على قضية تصنيف الجمعيات وأعطاء الجمعيات اللي أثبتت الجدارة تاعها صفة النفع العام. نعم، هناك جمعيات يعني ينبغي نعطيها صفة النفع العام، يمكنها أن تقدم خدمة كبيرة لبلدها للجزائر، ويكون تقدم خدمة كبيرة للجزائر سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي. نعم. الحمد لله احنا كجمعية أنا حاضرين، يعني نتكلم لك تشاد، الصومال، الصحراء الغربية، مالي، هل يمت نفذوا اللاجئين الماليين. نعم. جنوب الجزائري نفذوا العملية، وصلنا بعد من ذلك الروهينجا في بنغلاديش، والروهينجا في دولة ماليزيا، سوريا، سواء اللي رام داخل الأراضي السورية أو بالنسبة للاجئين اللي رام موجودين سواء في لبنان أو موجودين في تركيا. نعم. وعندنا فلسطين على رأسها، يعني حاضرين، حاضرين في المناسبات، والحمد لله الشعب الجزائري يعني كل ما تقول له في ناس مسلمين رام يقول لك خويا تفضل، يعني عندنا عاطفة كبيرة. ترقية العمل الجمعوي ينبغي أن يتم بهذا، والترقية كذلك تمر عبر تقييم. نعم. عبر تقييم، يعني لا نترك الساحة ونترك الحابل على الغارب، أن بعض اللي يخفق في المهام نتاعو 10 سنين ما كانش بيلون. نعم. زيرو، يعني لابد من يعني مراجعة، يعني مراجعة فكرة المساواة، ما كانش كاين العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل من أحسن أن تحسن إليه، وما يهمنيش فيه كان طويل أو قصير، هو رجل أو امرأة، المهم أنه أحسن. فهذا العدل هذا ينبغي أن يتحقق. جمعية عريقة لها من الانتشار في الجزائر، لها من الحضور في المناسبات، يعني سواء الدينية أو الوطنية أو الأزمات أو الكوارث مثل جائحة كورونا، لا ينبغي نسويها بجمعية ممكن عندها مجال محدود. هي مشكورة في المجال المحدود تاعها، جزاها الله خير، معناتها أبدعت، لكن ينبغي أن نعطيه لكل ذي حق حقه. ونقول بأن دعوة السيد رئيس الجمهورية إلى تصنيف الجمعيات هي دعوة طيبة ندينا بها وطالبنا بها، والآن ما على السلطات اللي يعني التنفيذية إلا المضي في تحقيقها، ونحن جاهزون لتقديم الرؤى، لتقديم الأفكار، لتقديم الاقتراحات، النصائح، التعاون من أجل تجسيدها حتى نعطي للساحة المجتمعية حقها. في قانون الجمعيات في الجزائر هناك متابعون، هناك أولوية في السنوات الماضية للجمعيات الرياضية على حساب باقي الجمعيات، هل تعتقدون أنها بداية لاعتراف بالجمعيات الخيرية والتضامنية وذات المنفعة العامة وغيرها من الجمعيات؟
طيب أنا أشاطرك الرأي في جزء. أشاطرهم. أشاطرهم الرأي. أصحاب الفكرة. نعم. أشاطرهم الرأي في جزء. الرياضة أصبحت دبلوماسية. الرياضة أصبحت دبلوماسية ومعروفة معروفة يعني اللي شاهدها يشوفها كذلك. كيف أن دول تستطيع أن تحقق كسب رياضي، هذاك الكسب من الرياضي وش يجيب لها من كسب سياسي ومن كسب اقتصادي ومن كسب كذا. نعم. فينبغي أن لا نهمل هذا كذا. نعم. لكن الدرام اللي تاع الدولة الجزائرية رغم ملك الشعب الجزائري، ملك الشعب الجزائري، ينبغي أن يكون الدعم يكون على قدم العدل. نعم. ويكون بفترة محددة، فترة محددة، فترة محددة. أنت قادر تنوض، شايفك قادر تنوض، صح ما لقيتش إمكانيات، نعطيك هذيك الإمكانيات باش تنوض عام عامين ثلاثة وبعد خلاص اثبت جدارتك في الميدان. نعم، سواء رياضة ولا جمعية خيرية ولا جمعية أي أخرى. لأنه أستاذ نصر الدين حزام، نحن نتحدث عن تقريبا 3% من ميزانية البلدية. نعم. كيف سيتم تقسيم 3%؟ ونعرف أنه الأولوية دائما الجمعيات الرياضية. أعيد وأكرر ويعني أصر على هذه الفكرة، لا بأس بأن يكون هناك دعم للجمعيات، سواء ثقافية ولا تربوية ولا بيئية ولا رياضية ولا خيرية، لا بأس يكون بالعدل. لازم نخرج من العقلية تاع هذه الفرق الرياضية، لازم الدولة دائما وخزينة الدولة هي اللي ترعاها. معناتها واش يلعب ماتش، يروح يدوش، يركب في البيوس، يسلك المطعم، يشري لاتوني، يسلك حتى لي بريم تاع لي جوار كذا كذا، معليش ممكن العام الاول نقبلوها. نعم. لكن بعدها نشوفوا النتائج تاع الفريق راهي ما شاء الله في تصاعد كذا هكا، وانه قدر يحقق يعني جلب داعمين له من خارج خزينة الدوله، هذا اللي نزيدوا نشجعوا. قال طيب انا نزيد لك عام واحد اخر لانك مشيت في المتين ومن بعد خلاص. اما ان نشوفوا النتائج كارثيه والمشاكل وكذا، يعني يفترض أن فريق رياضي في حي معين، الحي معين هذاك يفترض أنه ما فيهش أي آفة اجتماعية وخاصة المخدرات. هذه أنا أعرفها، كبرنا كبرت في حي يعني حي السيدة تعرفوه. سيدة حفصة. نعم، في مدينة قسنطينة نعرف الأحياء هذه تعشش فيها الآفات يعني الاجتماعية بأسباب كثيرة كذلك. وش كانوا الكبار يديرونا ونشفع عليها كنا صغار؟ كانت الفرق تاع ما بين الأحياء لانتر كارتي يسيدوك اروح لنا اروح تلعب لانتر كارتي، ممنوع تدخن، ممنوع تشم، ممنوع تسهر، فهمت يعني فيه تأطير للشباب باش ما يروحش ينحرف ويمشي في الطريق الخاطئ. وهنا تولي 3% من ميزانية البلدية عندها إيجابية. معلوم عندها إيجابية، معلوم عندها إيجابية، لكن الفرق. بقدر ولازم نديروا فيه تقييم حتى نرتقي بهذه الجمعية. نعم. في الكواليس قلت لي سيد نصر الدين حزام انه يبقى بيان انتظار ان يكون هناك قانون. صحيح. أنا الحمد لله كل ما تطلع هذه الوثائق هذه نخاف من كذا، نتصل ب يعني بعض المسؤولين هكذا نحب نثبت، فبعد اتصال أكدوا لي باللي هذا صادر عن وزارة الداخلية، قلت الحمد لله معناتها شيء إيجابي كذا. نعم. البيان شيء والقانون شيء، لازم نكون دولة تحترم نفسها، ينبغي أن يكون عندها منظومة القوانين، سواء يكون في الدستور، تكون مقنن في الدستور أو يكون في المجالات معينة، قال القانون متعلق بالصحة، متعلق بالتربية، متعلق بالتعليم، متعلق بالرياضة. نعم. متعلق بالتضامن الوطني، يكون هناك قوانين. نعم. شيء جميل، نتمنى أن هذا البيان مش يصير عنده قوة كبيرة ذاك أنه ينتقل من صفة البيان إلى صفة القانون. وبهذا ننتقل من الحديث عن هذا البيان إلى الحديث عن الدستور، خاصة أننا نعلم أن الرئاسة وزعت ما يفوق أو يفوت 1500 نسخة لمشروع الدستور، مسودة الدستور. هل تلقيتم النسخة؟ هل من مقترحات ستقدمونها خاصة في النشاط الجمعوي؟ نعم، تلقينا نسخة من وزارة من رئاسة الجمهورية و قمنا بنسخها وتوزيعها على مكاتبنا الولائية، وطلبنا منهم أنهم يعقدوا جلسات يعني على مستوى الولاية تنتحهم جلسات، وعطيناهم ورقة الطريق. نعم. لمناقشة هذه المسودة ورفع ملاحظاتهم، ذكر الإيجابيات التي كان كينا ومع بعض الملاحظات أو الإضافات إليها، ذكر بعض الفراغات أو بعض الأمور التي ينبغي أن تكون في الدستور، يعني ممكن سقطت سهوا أو لم يشار إليها أو موجودة في الدستور القديم يعني لم يرى
من قام على هذا الأمر أنه يطرق إليها ويرفعها لنا إن شاء الله في القريب العاجل. اليوم كان جلسة على مكتب وطني، نعم، ومن بين جدول أعماله نقطة مسودة الدستور، وسوف تكون إن شاء الله خلال الأيام القليلة القريبة تكون هناك جلسة عامة للخروج بوثيقة، خاصة أنه المكلف بالمهمة على مستوى رئاسة الجمهورية تحدث عن أنه على الأقل قبل 20 جوان حتى يتسنى للجنة لتضع. نعم، وهو كذلك، وإحنا إن شاء الله قبل 15 جوان نحن نكون جاهزين إن شاء الله. ولكن ما هي أهم النقاط التي ارتأيتم على الأقل في المكتب الوطني التركيز عليها، أو الإيجابيات التي تمنيتم أن تكون ضمن مقترحات يتم قبولها؟ شوف، حتى لا أحرج نفسي وممكن عندي قناعاتي الخاصة، نعم، ورؤية الخاصة، لكن في إطار مؤسسة لازم ننضبط بما هو موجود في المؤسسة. لكن خلينا نتكلموا بالعام. حتى هناك كان تركيزنا هو على موضوع الحريات، نعم، هذا تركيزنا على موضوع الحريات، كل نقطة يعني فيها مجال يعني يتناول الحرية، سواء الحرية بالنسبة للسيد رئيس الجمهورية، نعم، أو الحرية بالنسبة للبرلمان، أو الحرية بالنسبة للسلطات يعني الأخرى، أو الحرية بالنسبة للمجتمع، يعني حضور المجتمع. وكان كذلك تركيزنا على دور المجتمع، يعني دسترت هذه النقطة هذه في الدستور، دسترت حضور المجتمع المدني في صناعة الدولة، بناء الدولة، المحافظة على الدولة، وإحنا مهدنا لهذا من 2014. وكانوا بعض الناس يعتقدون كان يقالنا راكم تزلفوا، كان يقالنا راكم تتملقوا، كان يقالنا، وإحنا كانت عندنا نظرة استراتيجية بعيدة. كانت كل الملتقيات الفكرية اللي نظمناها بمناسبة المولد النبوي الشريف كانت تكلم دوما عن المجتمع، المجتمع وحضوره، حضوره سواء بالنسبة للتشريع، أو حضوره بالنسبة لبناء الدولة، حضوره بالنسبة لقضية المواطنة، حضوره بالنسبة للحفاظ على الدولة. يعني عندنا منظومة فكرية كنا نرسخ فيها ونكرس فيها من أجل التأسيس لهذا البعد، وهو حضور المجتمع المدني في بناء دولته. معنى هذا أنه تقريبا هي فكرة أهم ما جاء في البيان، وهذا ما نظلتم كما قلت أستاذ. دور المواطن اليوم، دور المواطن في ترقية المجتمع وفي ترقية ومساندة الجمعيات والناشطين في المجال الجمعوي. طيب، بالصريح العبارة لا يمكن ل 45 مليون جزائري، إذا استثنينا الأطفال واستثنينا ممكن بعض الناس اللي عندهم حالة خاصة ما يقدرش كذا كذا، احنا نتكلموا على حوالي 25 مليون، 25 مليون اللي عندهم ممكن أهلية باش أنه ينخرط في عمل يعني جمعوي. لا يمكن أن يكون الناس كل منخرطين في الجمعيات، يعني مشي ممنوع ومشي حرام ومشي قصدي من حيث التطبيق والممارسة غير ممكن إذا كان، لكن كاين هناك آليات. على ما نقتبسوش هذه خطاب نوجهه يعني عموم الشعب الجزائري، كبير صغير، ذكور إناث، نساء، رجال، إذا كان أنا ما نخموش التفكير كما راه يدير المجتمعات المتحضرة. أنا ما نقدرش ننشط في الجمعية الرياضية ولا الجمعية الفلكية ولا الجمعية مانيش عارف أنا تربوية ولا العلمية ولا الخيرية، ولا ما نقدرش ننشط باش يكون عندي حضور تنفيذي ذاك، لكن عندي ملكات وعندي قدرة أني نقدمها. وهذا نداء نوجهه للجمعيات، نفتحوا صفحات المتطوعين، فه قادر تطوع لي، يقول لك أنا نطوع لك النهار في الشهر، نهار في الشهر هذاك نجي ندير كذا وندير كذا وندير كذا وندير كذا وندير كذا وندير كذا، ومشكور بارك الله فيه. وتعتمد هذه من لازم تعتمد من قبل السلطات العموميه، ان اي انسان يتقدم لوظيفه معينه ومنصب معين لازم يكون في السي في تاعو هل هو ناشط، يعني اكتيفيست جمعوي، اعطيني وش هي الاعمال التطوعيه اللي قمت بها للدوله تاعك. نعم، تقريبا احنا كل جزائريين نكتبوا ناشط. هي معليش بالصح الناشط هذيك اكتب لي قال انا نشط في مثلا الجمعيه الفلانيه رياضيه ولا فلكيه هناك، طيب قال اعطيني وثيقه الجمعيه تثبت بان هذا او هذه قدم خدمات على مدار سنوات كذا وكذا 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 في المجال الفلاني وكذا. وحنا يجوا يطلبوها لنا بعض الشباب يحبوا يخدموا في الخارج في منظمات يعني خيريه، يقولوا لازم تجيب لي شهاده الجمعيه اللي كنت نشط فيها. وكم الشباب تاعنا يعني نشطوا في الجمعيه، يجين هذا كان في الولايه الفلانيه وكان يقوم بالدور الاعلامي ولا الدور مثلا الخيري وكذا وكذا وكذا، وتعتمد هذيك الوثيقه في الملف تاعو باش يقبلوه للوظيفه هذيك. لابد من ترقيه العمل تاع المجتمع المدني بهذه الاساليب.
نعم، كلمة ختامية ربما نختم بها هذا اللقاء سيد نصر الدين حزام. كلمة ختامية نقول للجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن، عيدكم مبارك مرة أخرى، وربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال. ونقول بأن الفترة هذه تاع جائحة كورونا حطتنا في الاختبار جميعا. نعم، لا لا لا، أعتقد أنه ستواصل معنا أستاذ بعد الفاصل الإشهاري، لأنه الزملاء يقولوا أنه الحديث شيق، يجب أن نترك له الوقت المتسع إن شاء الله. شكرا. بعد فاصل إشهاري نواصل معكم. تعاوني أوه مشكلتش. في انتظار أن يلتحق بنا الشيخ فيزازي عبر خدمة سكايب على ما أعتقد أو عبر الهاتف، وصل معك السيد نصر الدين حزام رئيس جمعية الإصلاح والإرشاد، أجدد لك الترحاب. ودائما نتحدث عن بيان وزارة الداخلية وعن قرار الحكومة بتسهيل العمل الخيري والتطوعي، نتحدث دائما في العمل الخيري والتطوعي عن نقطة مهمة جدا ركز عليها رئيس الجمهورية إذا تذكرنا في خطاباته، هي إعادة الثقة بين المواطن والمؤسسات. في نفس الوقت هناك ثقة غائبة أو كانت غائبة بين المواطن والجمعيات. صحيح. إذا حبينا نبنيه الجزائر الجديدة لازم جميعا سواء رسميين من رئيس الجمهورية إلى أبسط خلية تمثل الدولة الجزائرية، ونروح كمجتمع جزائري سواء جمعيات أحزاب منظمات إلى غير ذلك أفراد شخصيات كفاءات، لازم نصل إلى نقطة نتفق عليها، هي الاحترام وعدم شيطنة الآخر. صحيح ممكن تقول كلمة يفهم منها ألف رسالة سلبية، ألف رسالة سلبية. خلي نقطة فقط يكون فهم إيجابي، حتى نفهمه من صاحب الأمر، ما يقولش يقول من بعد والله أنا ما كنتش نقصد كذا وكذا، ونطيعه دائما في هذاك الحرج ذاك. ما مورس على المجتمع المدني مورس على مؤسسة الدولة، مورس على الأحزاب، مورس على شخصيات إعلاميين مفكرين وكذا، هي محاولة شيطنة الآخر حتى الناس تنفر منه. والناس بطبعها إذا سمعوا لك كلمة زينة في النهار الأول خلاص تشد ذيك الكلمة الزينة، وإذا سمعوا كلمة شينة تشد ذيك الكلمة، وروح من بعد أنت ناضل سنوات باش تمحي هذيك الفكرة هذيك، تلقى الناس عشرات السنين سامعين عليك كلام، نهار يتلقوا معك يقولك والله يا أستاذ والله اسمح لي أنا كنت متفاجأ. هذه سلبية كبيرة ويجب أن نحاربها، وواجب على السلطات العمومية أن تحاربها. داروا تجريم التشهير وكيف نقول وسمي لي جريمة إلكترونية، لا مش الجريمة الإلكترونية، يعني احتقار الإنسان للإنسان، الكراهية، خطاب الكراهية، الكراهية. يا سيدي نديروا هذه القضية هذه مثل ما يمس عون تاع الدولة وتتحرك كل الأجهزة لمناصرته، وهذا شيء جميل. نعم. كذلك المجتمع المدني، أحزاب، جمعيات، منظمات، شخصيات كذا، كذلك ينبغي أن نبتعد عن هذا. والمسؤول دائما تكون عنده مسؤولية مضاعفة. نعم. المسؤول دائما عنده مسؤولية مضاعفة، ليس نفس الخطأ اللي يرتكبه واحد إعلامي قاعد في منبر كما واحد إعلامي ما هوش منبر يخدم في الأرير بوتيك. نعم. مش كيف أنا كمسؤول على الجمعية الخطأ تعيم مش كما الخطأ تاع واحد ممكن ينشط في شهر في شهرين ثلاثة في عام في عامين في ثلاثة وبعد ينقطع، مش كيف فينبغي علينا أن نبتعد عن هذه المسألة اللي هي راهي مصيبة كبيرة ودمرت كل شيء، يعني حطمت كل ما بنية على مدار تقريب 30 سنة أو أكثر من 30 سنة. نعم. تتحدث عن قوانين، عن ردع، عن 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 عدالة تتحرك، لكن في نفس الوقت ألا تعتقد أنه بناء الفرض وزراعة الوعي عند المواطن الجزائري اليوم هو مشروع يجب
أن يكون ضمن الأولويات، لأنه في النهاية نرى أنه الشارع يتحرك أحياناً والمواطن يتحرك ويتفاعل بالإيجاب أو بالسلب بطريقة يغيب فيها الوعي. والله موضوع يعني عميق وكبير وشائك يعني في ذا في أن واحد. الموضوع تاع تربية وتوعية الفرد الجزائري هذا ينبغي أن يكون من الأمور الاستراتيجية ومن القضايا ذات الأولوية في سياسة السيد رئيس الجمهورية وفي سياسة الحكومة الجزائرية سوى هذه ولا اللي تجي من بعد، وفي سياسة البرلمان الجزائري وفي سياسة الأحزاب الجزائرية وفي سياسة هذه ينبغي تكون منضبطة، وينبغي أن تكون فيها رؤية واضحة ومتقاطعة بين الجميع. وستتقاطع والرؤى. يتدخل معنا عبر خدمة الهاتف الشيخ فيزازي. صباحك سعيد. الله يبارك فيكم إن شاء الله، عيدكم مبارك وسعيد إن شاء الله. الله يسلمك ولضيفك الكريم سي نصر الدين والجميع المشاهدين. زملاء فقط الصوت لا يصل إلينا. زملاء شيخ فيزازي أهلا، السلام عليكم من جديد. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ فيزازي، تعليقك أو قراءتكم لبيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بالجمعيات التضامنية والخيرية. طبعا شيء جميل جدا، لأنه العمل الخيري الذي كان ربما يعني يتفاعل معه يعني أقطاب أو من يعني يحسبون على رؤوس الأصابع، ولكن جائحة كورونا ومن إيجابياتها خلفت أنه المسؤول الجزائري اليوم انتبه إلى الفاعلين الحقيقيين وإلى المجاهدين على الميدان الذين يريدون أن يقدموا لغيره الخير، بل يساعد على جميع المستويات، يعني يحصي أعداد الفقراء، يعرف مكانهم، يذهب إلى مناطق الظل إلى غير ذلك. فهذا شيء جميل ونرحب بهذه التعليمة، ولكن إن شاء الله إذا توسعت إلى كل البلديات والدارجات الحيوانة فلا بد أن تراعى فيها الأيادي النظيفة والناس اللي عندهم مصداقية، لأنه العمل الخيري هو سلاح ذو حدين. نعم. فهو إذا يعني انتشر وتفاعل معه الكثير وخاصة الشباب، هذا شيء جميل، يعني يخفف العبء من جهة على الدولة، ومن جهة أخرى يخلق هذاك الجو التضامني اللي يبني اللحمة تاع أبناء الوطن الواحد. ولكن من جهة إنسانية الناس اللي بيخافوش ربي، الناس اللي ما يعني الناس اللي بيخافوا لا ربي سبحانه ولا القانون، هؤلاء يمكن أن يشوشوا على الآخرين، لأن اليوم المحسن الجزائري يتوجه إلى الناس اللي عندهم مصداقية، إلى الناس اللي عندهم ثقة، وبالتالي اليوم إن شاء الله هذا انتشار هذه التعليمة إذا انتشر في كل البلديات وكل الأحياء وكل المدن، يعني بتشجيع الجمعيات ودعمها، وكذلك إن شاء الله نقول سمعوا الجمعيات قد يعني بسرعة أنها تعتمد، يعني من قبل يعني كانت كارثة كبيرة يعني. نعم. تعتمد جمعية كانت يعني الناس يعني تبدو لي روسي ولكن يدو وصول لكن ما يدوش. أنا نظن أنه هذه التفاتة طيبة مباركة من السلطة، وإن شاء الله يلتف كل الشباب خاصة الشباب الجزائري نساء ورجالا حول هذه العملية، يكثفوا من جهودهم، ينتشروا عبر كل بلديات الوطن لنتضامن، لنبني بعضنا بعض، لنمد يدنا لبعضنا بعض، ونظن بأنه أعداد الفقراء والمساكين في الجزائر ليسوا بذاك الهول الذي كان موجود، لأنه إحنا رانا في الميدان نقول لك أنه ربما العشر مما هو مصرح به هم الفقراء الحقيقيون. نعم. يعني من قبل كان غير الفقير هو الذي يأخذ الحق، وكان غير الفقير هو الذي يستفيد. اليوم إن شاء الله بعد انتشار الجمعيات الفاعلة المخلصة الصادقة لوطنها سنتعرف على الفقراء الحقيقيين، وبالتالي حملة تضامنية ممكن في سنة سنتين ثلاث سنوات نستطيع إن شاء الله أن نرفع من شأن هذا المحتاج المعوز. نعم. يأخذ حقه وليكون إن شاء الله كذلك، ولما نعم. يكون هو كذلك إن شاء الله يكون معطي ولا محسن ولا متصدق. نعم. في يعني في فقط حبيت حاجة. نعم. تفضل معك في نصر الدين رئيس جمعية أشهد الصلاح التحية ليه بعد المناسبة. تحية طيبة. نحن اليوم المجتمع المدني في الجزائر نشكو المنظومة القانونية المتعلقة بتنظيم العمل الخيري. العمل الخيري يجب أن لا يبقى حديث القفة أو حديث مناسبات في رمضان وغير رمضان. العمل الخيري يجب أن يرتقي إلى إنشاء مؤسسات وإلى خلق الثروة وإلى بناء استثمار حقيقي
يبني هو كذلك أو يعطي سندا آخر للدولة الجزائرية. يعني المجتمع المدني لابد له من هذه الحرية أن نثق فيه وأن يبني نفسه بنفسه ويولي هو كذلك مساهم في التنمية الوطنية، خلق مناصب الشغل، خلق الثروة، بناء إن شاء الله لما لا مؤسسات كبيرة، بناء مستشفيات، بناء عيادات الآن بين الجائحة. يعني مش حابين المجتمع المدني اللي يبقى يعني رهين المناسبات أو يبقى رهين الإشارات لمن يريد منه مثلا مصلحة أو كذا. فيلق يعرف اللي هذا تطور أولا يرضاه الله سبحانه وتعالى، يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، يرضوه الشهداء، يرضوه الأحرار في الجزائر، يحبوه المسلمين. وبالتالي لابد يكون إن شاء الله هذا المجتمع المدني عنصر أساسي في بناء دولة الدولة الجزائرية الجديدة إن شاء الله تعالى. نعم. اللي ما نخلوش فيها واحد مغبون يبكي وواحد يأكل بالشخارة، ما نخلوش فيها واحد يأكل أكرمك الله من القمامات وواحد يعني يدي في الملايين والمليارات. إذن أثمن شخصيا يعني باسم جمعية كيف اليتيم أو تكتل أو يعني نثمن مثل هذا العمل ونسأل الله سبحانه وتعالى. نعم. إن شاء الله شيخ فيزازي، حكومة وشعبا إلى بناء مجتمع مدني. نعم. قوي إن شاء الله ومنتشر عبر تراب الوطن. نعم شيخ فيزازي، هناك من 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 يقرأ في هذا البيان على أنه فتح المجال ل شباب كانوا يعيشون ضغط، لأنه في النهاية هناك من كان يقول أنه الساحة كانت محتكرة من طرف جمعيات دون غيرها. هل هذا الطرح صحيح إلى درجة معينة أم أنه طرح خاطئ؟ نعم طبعا صحيح، خاصة إذا إن شاء الله وهذا ما نتمناه إن شاء الله في الجزائر الجديدة، إذا تكون النوايا الصادقة في إنشاء الجمعيات الفاعلة والعاملة على الميدان. بمعنى إذا كان الجمعية أو المجموعة الشبابية التي ستنشئ جمعية، إذا كان الذي يعمل والذي يجد هو الذي يشجع فنستبشر خيرا. أما إذا كان كما كان من السابق يعني في جمعيات ولاءات يعني نحتاجها في حملات انتخابية، نحتاجها في كذا، وهي لا تهتم بالفار أو تهتم بهذا العاوز المجتمع المسؤول الوطني، هي تهتم بمن يعني تواليه من أجل أن يعطيها يعني مكتسبات أو امتيازات أو. ولكن اليوم فيه مجموعات كبيرة من الشباب الجزائري رجالا ونساء أنهم مساكين كانوا معهم جمعيات ومعزولين، هذا يخدم في مجموعة 18 وهذا 65 وهذا، اليوم إن شاء الله جت هذه فرصة طيبة لينظموا أنفسهم ليكونوا إن شاء الله مراقبين كذلك، لأن الجمعية والعمل الخيري في أمور مالية وفي كذا. نعم. فلابد أنهم يكونوا تحت أضواء يعني تحت مجاهر السلطة في المراقبة وفي التوجيه وفي، ولكن هذه المجموعات صدقني إذا انتشرت عبر التراب الوطني سنمسح الكثير من الدموع وسنمسح الكثير من الرؤوس وسنكون يعني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سنخفض من نسب الفقر الكبير لهذا الذي يعيشه المجتمع الجزائري. إذن اليوم اللي يخدم يلقى واللي ما يخدمش لازم أنه ما يلقاش. كانت عندنا جمعيات كرتونية عندهم الكاشي وعندهم الكرطاب والمحافظ يظلوا يجروا يتطوروا ويدوا سيفونسيون ويدوا دعما عند الدولة ولكن لا وجود لهم على الميدان. اليوم جائحة كورونا بيّنت الصادق من الكذاب وبيّنت الخائن من الوفي وبيّنت أبناء الجزائر الحقيقيين الذين يستطيعون أن يعطوا إضافة في هذا البلد. ونظن هذه التعليمة جاءت تستجيب لهذه الملايين إن لم أقل مئات الآلاف من هذا الشباب. نعم. الغيور على بلده الذي يريد أن يمد يده إلى إخوانه المحتاجين في بلد الجزائر. شيخ فيزازي، بالنسبة لكم كتكتل، هل وصلتكم وثيقة مسودة الدستور؟ هل بدأتم في صياغة المقترحات؟ والله أخي الكريم شخصياً لا أعلم، يعني شخصياً لا أعلم. نعم. يعني شخصياً لا أعلم في القضية، يعني القضية يعني وصول مسودة الدستور إلى التكتل. نعم. يعني ربما على مستوى الجمعيات أنتم ضمن الإرشاد والإصلاح ضمن التكتل وصلتكم الوثيقة، ربما الكشافة الإسلامية أيضا. نعم. ومتوافق طبعا مع الإخوة. نعم. كلمة ختامية شيخ فيزازي. كلمة ختامية يا أخويا، نسأل الله، رانا ندعو الليل مع بعض، نسأل الله العلي القدير أن يبدل عسر الجزائر يسرا وأن يكثر فيها الخير. نعم. وأن ينتحم المسؤول. أمين. بشعبه. أمين. وأن نتحد ونتوحد ونطرد كل ثغرات البلبلة
والتشكيك في مؤسستنا العسكرية أو في مؤسسات الدولة. نحن اليوم بأمس الحاجة بأن نثق في بعضنا بعضا وأن نمد يدنا إلى بعضنا البعض حتى نبقى خادمين للوطن ولا نلتفت إلى غير الوطن. كما أسأل الله لكم أخي في 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 إعلامكم البناء الوطني المشهود له يعني في قناة الشروق، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكم للمزيد من خدمة الجزائر ثم خدمة الجزائر ثم خدمة الجزائر. نقول إن شاء الله نخدم في بلادنا حتى نلقى ربي تبارك وتعالى إن شاء الله وتعالى موفقين أخي الكريم. إن شاء الله. شكرا لك شيخ فيزازي، كنت معنا عبر خدمة الهاتف. نطرحوا واحد السؤال تفضل استوحيته من كلمة الشيخ فيزازي لما يحكي لك على جمعيات بالكارطابلة والكاشي. تصوروا واحد المشهد، مجموعة من الجمعيات وانت تكون في وسطهم، بعدها يأخذ الكلمة واحد من كارطابل والكاشي ويبدأ يسرد، وش هو إحساسك؟ والله تحس بالغبينة يعني باختصار. مش ماذا عشتها أستاذ؟ نعم عشناها. شي عشتها، عشناها مرارا وتكرارا. هناك تحس بالغبينة يعني. وش تفضل أستاذ فيزازي ومشكور، والحمد لله بعض مسؤولين في الدولة الجزائرية بدأوا يتكلموا الآن الأولوية للكفاءات، ويجب أن ينتهي عهد الولاءات. هذه هي الولاء للوطن. الولاء للوطن أكيد، الولاء للوطن لهك، ليس ولاء لأشخاص أو لمنظمات أو إلى شيء، الولاء للوطن. والكفاءة هي التي تكشف معادن الناس وتكشف ما يمكن تقديمه للمجتمع الجزائري وتقديمه للبلاد من خير جسيم. والموضوع اللي يعني طرق له الشيخ فيزازي هذا رو آلمنا، لكن نروح للسبب. ما زبش نجرموا اللي دار الكارثة جمعية عنده كاشي وكارطاب كذاك وننسوا السبب. السبب هو لما ناس تلقى دعم يعني مطلق، والعدالة كشفت. نعم تلقى دعم مطلق حق له، يكون جمعية عكاشي وكارطابل وفهمت ويصول ويجول ويتكلم ويتبختر هنا وهناك ذلك. فينبغي أن يعني أموال الشعب الجزائري ينبغي أن تصان، أو اللي صونها هو السيد رئيس الجمهورية، وكذلك ينبغي يعني تثبيتها في الدستور الجزائري، وينبغي تثبيتها في القوانين الجزائرية، وينبغي وضع آليات وميكانيزمات كيف تسير هذه الأموال العمومية وكيف يستفيد منها المجتمع المدني في خدمة نفسه وخدمة بلده. نعم، المسؤولية الملقاة على عاتق الجمعيات الفاعلة اليوم ما هي؟ هي أن تنتظم، يعني يخرج العمل تاعها من العمل الكلاسيكي، يعني مثل ما قال الشاعر مكر مفر مقبل المدبر كجلمود صخر حطه سيل من علي. ما كانش تنظيم ذاك ذاك. ينبغي أن تنتظم هذه الجمعيات، تنتظم في داخلياً، لابد من تسيير إداري، ثقافة المؤسسة. نعم ثقافة المؤسسة، تسيير إداري عصري حديث. لابد من شفافية مالية، شفافية مالية يعني، ولازم الدولة ترافق لهنا، ماشي غير هذا العصا ونسنو أو غلط هنا سهل. لا، حتى اللي غلط قال روح لنا غلط كذا، نديروا تحقيق بين غلطة نوجهوه نكونوه ندربوه باش يعني يتعلم هذه الأساليب. ثاني حاجة، ينبغي تشبيك العمل، ينبغي تشبيك العمل. 45 مليون جزائري في خلال 10 سنوات أو ممكن 20 سنة، ممكن العدد هذا يصير قرابة 70 مليون جزائري. والأرض الله يبارك ما شاء الله 2,300,000 كيلومتر، خير كبير. ينبغي أن نهيئ للمرحلة المقبلة من أجل استثمار حقيقي للمجتمع المدني اقتصادياً. نقول لك عندنا نسوة يتعلموا في جمعية الإرشاد والإصلاح، يتعلموا الخياطة، وكاين نسوة يعلموا الخياطة في الجائحة تاع كورونا هذه. والله شفنا العجب العجب، تحولت هذه هؤلاء النسوة والمعلمات تحولوا إلى ورشات وخلايا تاع نحل في إنتاج الكمامة هذه. نعم هذه مصنوعة عندنا. في الأول كنا نطبقوا المعايير، ولازم نروحوا نشوفوا مع المستشفى باش يعقموها، بعدين الحمد لله يعني وزارة الصحة حررت قالت لك ماشي مشكل، المهم كمامة تكون كتان يعني راي تاقي زي الحجر المنزلي تخف من هكا. وغيرنا من الجمعيات، غيرنا من الجمعيات، وغيرنا من الناشطين الجمعوية، مش جمعويين في المجتمع،
طوعوا، شفناهم في التلفزيون عبر قناة الشروق تاعكم الفاضلة كيفاش النسوة يخيطوا يعني مراجتها المبادرة، جمع زوج ثلاثة ودرت المرشة. هذه يد عاملة نحن غافلون عنها في هذا المجال فقط. روح قيس في تربية المواشي، تربية الدواجن، روح قيس في الصناعة التقليدية لتحافظ على التراث وهوية الجزائر، روح قيس في يعني المصنوعات البيتية باش نحافظوا على يعني أتصور اسمح لي نصوخ لك غدوة بالمناسبة تاع يوم القدس اللي إن شاء الله نضامنه كامل بالقلب والقالب مع القدسنا الشريف إن شاء الله مصر النبينا عليه الصلاة والسلام، ونتمناه إن شاء الله ربي يهيئ الأسباب ويقيد الأسباب ويجعلنا إن شاء الله من الناس اللي يدعموا هذا القضية هذه. أتصور أن اليهود الإسرائيليين المحتلين، هكذا باش نكونوا دقيقين، الإسرائيليين المحتلين أصبحوا يقدموا طبق الفلافل في الطائرات نتاعهم على أساس أنه طبق يهودي هو طبق فلسطيني. يعني الناس منتبهة لواحد القضايا اللي نعتبروها احنا تفصيلية، نعم احنا نغفلوا عليها. الكسكسي يا أخويا، الشخشوخة بتنوع كيما يقولوا الثقافة تاعها من الشرق إلى الغرب، ففيه صناعة يعني منزلية، صناعة يمكن تخدم الاقتصاد خاصة من خلال الجمعيات في تنظيمها. حتى نختم في عجالة، هل الجمعيات مطالبة بالتوحد عكس السنوات الماضية وين شفنا يعني تتحد ولا؟ أنت تتحد مطالبة أن توحد جهودها وأن تتحد. ممكن تتحد على مستوى الأفكار والرؤى الاستراتيجية الكبيرة لبناء الدولة، وممكن كذلك أن تشترك وتجتمع في بعض البرامج نعم الميدانية، نعم ممكن جدا ويجب عليها. شكرا لك سيد نصر الدين حزام رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح، نلتقي في فرصة أخرى بإذن الله. شكرا وبالتوفيق لكل الجمعيات ولكل الشباب الطامحين في إنشاء جمعيات ذات طابع خيري وتضامني ولجان أحياء والقرى والتجمعات السكانية. هي رسالة لكل الشباب على المستوى الوطني، جاءت الفرصة لتجسيد الأفكار التي كنتم عاجزين ربما في وقت ما على تجسيد